شفتي ايش رايك؟ رائع جدا. دربته من امبارح لحد الساعه 3 بالليل كنا تقريبا. انا المايستر ترى من خلف الكاميرا، يوم حمزه بس يقطع على هذا انا اروح معهم بال الله يعينكم. اذا من هذه الموسيقى الرائعه ومن عالم الموسيقى الى عالم التصوير الضوئي، فيحلو للكثيرين التنظير والاحتكار واحتكار الفكره ورسم الخطوط العريضه والدقيقه التي تحدد مساراته وحدوده الجغرافيه والتي لا يجب تجاوزها. فالتصوير فن يعشق الحريه ويهوى الانطلاق في زوايا الكون المدهشه، بحثا عن الاثاره وبحثا عن الدهشه وصناعه الابهار، والبحث كذلك عن مصادر التغذية البصرية والمخزون الجمالي في الذهن والمخيلة في هذه الأمسية الفنية. يسعدني بأن يكون معي المصور والفوتوغرافي الفنان محمود الحسن، نتعرف كيف للمصور بأن يكون مصورا ناجحا. مساء الخير. يا أهلا. مساء النور. مساء النور. يا مرحبا. يعطيكم العافية. السؤال الأول. هذا كأن انزلوا بالإضاءة يا جماعة. لا طيب، يعني أمانة أنا دائما ما أحب أبتدي حديثي مع المصورين، كم رقم ترتيب الكاميرا في حياتك بأهميتها، اللي نقول من 1 إلى 10؟ الكاميرا تعتبر أداة. طبعا أداة، أنت المفروض أنت اللي تشكلها مو هي اللي تشكلك. يا سلام. فالكاميرا تعتبر، أنا أعطيها درجة 3%. ثلاثة. وهي ترتيبها الثالث في حياتك من ناحية الأهمية. نعم، عشان أنت كمصور تقدر بكاميرا التليفون. يا سلام. يعني أنت كيف توصل للاحترافية؟ يوم تجمع أفكارك زائد الأداة. جميل. فأنت لو كان عندك كاميرا احترافية، ما عندك مبادئ التصوير، ما عندك النظرة، الزاوية. نعم. ما اسمك محترف، اسمك هاوي. يا سلام. وحتم هاوي. فلازم تجمع أفكارك مع الأداة. طبعًا. بلا شك. الثنتين يكملون بعض. أستاذ محمود، أنت قلت إن الكاميرا أداة. وانت تشكلها كانك قاعد توصف لي ان كان الكاميرا مثل الشيء، كان عجينه، كان شيء قاعد تتشكله او صلصال. صحيح. حتى صحيح نقدر نكونها بالشيء اللي احنا نبغيه. اكيد طبعا، يعني الكاميرا بالنهايه مجرد تعليمات انت تعطينا اياها. ممتاز. يعني انا كثير اقابل المصورين شغالين على الاوتو. طيب صحيح. في مانيوال. اكيد. ليش محطوط المانيوال؟ عشان انت تشكلها. معناته انت لو اعطيت الكاميرا صلاحية تعطيك كل السيتنج أو كل الأوامر، أنت ما سويت شيء. طبعا. طيب يعني محمود، أنا في بداية ما مسكت الكاميرا كنت أشبه الكاميرات الاحترافية بقمرة القيادة في الطائرة. سلام. يعني لكثرة الإعدادات والسيتنج اللي عندك والأمور اللي لازم تأخذها في الحسبان واللي تأثر، يعني أشياء بسيطة ممكن تأثر في الصورة. أكيد. فما أدري هذه الصعوبة يعني أكيد حاضرة معاكم، لازم تأخذون وقت في تضبيط هذا الإعداد عسبت حسب المنظر اللي بيكون عندكم، الطبيعه او البورتريه او غيره من أكيد انواع طبعًا التصوير. يعني لو انت بتشوف اي كاميرا في اعدادات جاهزه للسبورت، للمايكرو، للبرودكت، للبورتريت، وفي المانيوال. المانيوال على حسب الاوضاع. فانت لو عارف شو يعني مثلا مثلث التعريض، كيف تتحكم بالايز وفتحه العدسه. جميل. في الشتر، خلاص هاي الامور سلسه. ممتاز. بالنسبه لك ومع الخبره راح تعرف كل وضع شو يباله. يا سلام. عرفت مثل يعني عندك اصعب شيء السبورت. نعم. سبورت لحظات انت لازم صحيح تكون في سريع. حتى في ملاعب كره القدم يعني عندك حتى العدسات تختلف. طريقه التصوير. صحيح. طريقه حتى اللي يسمونه الستاند مال الكاميرا الترايبود. نعم. فكل هذا حتى تختلف على حسب. نعم. المكان يعني حتى عندك التصوير الاخباري مثل اللي يصورون احداث شيوخ، هاي تعرف ينتقلون من مرحله لمرحله. نعم. في مراسم. نعم. انت لو ما عندك سرعه في السيتنج مالك طبعا ما تقدر توقف الشخص. لو الصوره هي لحظه. اكيد لحظه تبغى تلتقطها. طبعا. كذلك نحن في لقائنا لازم ننتهز نعرض اللحظات اللي كانت مع محمود، فراح نعرض بعض الصور اللي التقطها محمود من خلال عدسته ونشوف شو موجود. طبعا في صور. أيوة. هي تصوير. نعم. في صور بالتخصصي اللي هي. نعم. الدمج الرقمي. ممتاز. نعم. طيب نشوف هناك في صور على الشاشه طالعه الان. ايوه هذه قدامي. يا سلام. كلمنا عن الصور. البومة حقيقيه محمود؟ لا، انا هذا الدمج الرقمي. أيوة. يا سلام. يعني انا معظم هاي صحراء ليوه. جميل. الله. كلمنا عن الدمج. اول مره تشوف النوعيه ترى على فكره من الصور. كلمنا عن الدمج الرقمي. الدمج الرقمي هاي بعد سويتها لعيال اختي. ممتاز.
الدمج الرقمي هي تصوير مجموعة مناظر ودمجها بكادر واحد. ممتاز. ولكن كلها هي صور ملتقطة من ملتقطة قبل. وفي منها صور أشتريها من النت لأحفظ حقوقها. ممتاز. نعم. طيب محمود يعني مثل ما يقولون الآن أصبح يعني في بعض البرامج لتعديل الصور الفوتوغرافية أصبحت جزء كبير من الصورة. مهمة. هل ممكن الاستغناء عن هذه البرامج والاعتماد فقط على تضبيط الألوان الكلر والكل الأمور هذه على بس في الكاميرا دون اللجوء إلى هذه البرامج التعديلية؟ البرامج التعديلية يعني إحنا خلينا نبعد شوي عن الدمج الرقمي نتكلم كمصور فوتوغرافي. طبعا البرامج التعديلية مو لاختلاق صورة لتعديل صورة. نعم. من ناحية التشبع اللوني. نعم. من ناحية تضبيط الكادر وتشديد الصورة. نعم نعم. جمالية الصورة. ممتاز. وليس اختلاق صورة. نعم. جميل. فإحنا عندنا في يعني وقت محتاجين إن تشبع الألوان. يعني خاصة عندنا الجو. ممتاز. ما يساعدنا. أكيد. يعني يجيب وردة حمراء حطها برا 10 ثواني صوت رمادية. فعلا. فعندنا اللون الرمادي الطاغي. صحيح. هذه. فكيف نوصل العين البشرية للصورة نفس السكيل يعني نفس الميزان فعن طريق في شغلة مهمة جدا لو تسمحي لي عائشة طبعا دائما في خلط ما بين التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو يعني البعض يعتقد بأن إذا كنت محترف في التصوير الفوتوغرافي فأنت محترف في التصوير الفيديو لا بالعكس كيف تصوير الفيديو طبعا لا برامج ثانية لا قواعد تصوير لا تكتيك تكنيك معين للتصوير يعني سبحان الله اليوم جاني أوفر لتصوير سيارة لإحدى الشركات جميل فقال نبغى صور نبغى فيديو قلت له هنا ستوب أنا فيديوغراف ما أعرف قال زين لو دبرنا لك واحد فيديوغراف قلت له بعد هاي يباله برامج تعديل ثانية طبعا تحتاج إخراج تحتاج غير عن يعني أنا غير منفصل فنعم هذا شيء وهذا شيء طبعا لاين الحلم لما يكون بالفعل يعني الفنان عارف يعني صراحه نشوف التصوير فن الحقيقه لانه هو عارف انه عارف قدراته وعارف انه ما يقدر انه يظلم نفسه ويظلم موهبته انه بالفعل يذهب الى شيء ثاني وانه مختلف في المجال نفسه صحيح يعني حتى عندك في التصوير الفوتوغرافي حلو تعرف كل الانواع في طبعا اكثر من نوع ممتاز بورتري لاندسكيب سيتي سكيب مايكرو برودكت فود فوتوغرافي بس متى تحترف طبعا يوم ما تتخصص أكيد. هذا الشيء اللي أنا كتبه بتكلم فيه معاك يعني محمود اليوم ما شاء الله المصورين موجودين في الساحة وبكثرة الكل الحين ما شاء الله يمتلك كاميرا ويقول عن نفسه في إنستغرام أو في مواقع التواصل الاجتماعي مصور. المصور المحترف فلان الفلاني هل تشوف بأن هذا الشيء جيد إيجابي ممكن يعود بالنفع على التصوير وانتشاره بسرعة ولا هو شيء ضار للي يمتلك هذه الموهبة واللي ما يمتلكها يعني هي بالنسبة للشخص اللي هو مصور هو المفروض يعرف نفسه شو يبغى. ممتاز. إذا أنا أبغى أكون مصور ومفكر إني أكون محترف فأنا أمشي في هالمجال. ممتاز. مو مجرد يعني أنا في ناس يجوني يأخذون عندي دورات. نعم. من أول جلسة يبون لي كاميرات غالية. زين أنت تعلمت. ما يعرف لها يمكن حتى. يمكن سبحان الله تاخذ عني الدرس عقب شهر شهرين تودرها تصير هوايه ثانيه يا سلام فانت ما تبدا في اداتك ابدا في نفسك انت ممتاز انت المفروض تصقل نفسك جاهز لهالمهنه هاي بعد ما تتعلم كل شيء عقب سير تخصص ممتاز يوم تتخصص هني راح تبدا اما تقول لي لا انا ما احب اتخصص احب كل المجالات لا ما تقدر تتعلم كل شيء ممتاز فانا يوم اتخصص هني اتعلم ف هذول اللي مال يكتبون لك في الانستغرام تشوف بروفايلهم على حسب بروفايل انت شو نعم لو شفته مثلا مشكل ومنوع لا هذا انا سمعت حتى موضوع على فكره الحزام اللي ينحط للكاميرا بالوانه يختلف على حسب المصور او الكاميرا على ما اعتقد يعني في الاحمر وفي صحيح بس لا ما ادري انا سمعت هالمعلومه اكسسوارز يعني ما اكسسوارات أيوة. يعني ما لها علاقه بنوعيه التصوير او حتى هذا المصور لا 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 الآن محمود صار عندنا صناعة الصورة وما شاء الله بالإمارات يعني في عندنا مهرجانات خاصة بصناعة الصورة في إكسبوجر في الشارجة وكذلك في الأفلام بالنسبة للصور والفوتوغرافي في دبي كذلك يعني أصبح صناعة الصورة يعني مهمة جدا لأن بالفعل الصورة يقول لك الصورة عن 1000 كلمة طبعا فأنا كيف أني أختزل 1000 كلمة في صورة وأني كذلك أوصل رسالة معينة من خلال كاميرتي ومن خلال عدستي بالخبرة نعم بالخبرة يعني أهم شيء للمصور
اللي هي التغذية البصرية. نعم. حلو. أنا أبغى أحترف فأشوف منو المحترفين. أشوف كيف نظرتهم للصورة، كيف زواياهم. ممتاز. مو مشكلة أقلد. لأتعلم. بعدين أروح أنا أبدع. ممتاز. متى يسوي لي بصمة؟ نعم. يعني الحين في عندي من بداياتي كنت أحط توقيع على الصورة. ما شاء الله. الحين بدون توقيع. معروفة. خلاص أمورك. ليش؟ من التون. ممتاز. معالجة خلاص التون هذا هاي حركات بسيط. ممتاز. معروف هاي الصورة. أيوة. يا سلام عليك. التشبع البصري هذا أهم شيء. ممتاز. يقال بأن الصور تحتاج إلى حس وتحتاج إلى إحساس ومشاعر جميلة. سريعا بس لو تسمحوا لي، يعني بما أنك أنت قدم دورات ويمكن تشاركت مع الكثير من المصورين. نعم. أيهما مبدع أكثر، البنات ولا الشباب في التصوير؟ أنا دائما تهمني هذه النقطة. والله في يعني ما أقدر. عطني حتى. عطني للأكثر. شوف الأكثر يعني شوف الشباب هم أكثر. ليش؟ عشان الشباب اللي يقدرون يتحركون. لحظة ما توقفني هنا. في عندنا شيء اسمه عادات وتقاليد. طبعا ما نقدر مثلاً وايدين يتواصلون ويا مصورات والله بصيف ما نقدر صحيح. ففي بعض الأماكن صعب إن يتواجدون فيها. هي ممتاز. بس قدراتهم عالية. جميل. طبعا الحوار ممتع جدا معاك، وانا كانت في ايضا احد المعلومات اللي امتلكتها عن المصورين ان من ضمن ادواتهم التصويريه ادوات تنظيف، يعني تخيل بان المصور اصبح ياخذ معاه المخمة والهذا وينظف المكان اذا كان غير مناسب للصوره عشان بتقدر يلتقط هذه الصوره، فهذا شيء جميل ومعنى رائع جدا ناخذه من المصورين المحترفين اللي يعرفون معناة التصوير وباحترافيه. شكرا لك محمود على الحضور. شكرا لك، ما قصرت دائما ما نستمتع بحضور المبدعين أمثالك. الله يبارك فيك. الله يسلمكم ويعطيكم العافية. رب ما يقصر. سعيدين بهذا اللقاء معك. الله يسلمك. شكرا لك. طبعاً مشاهدين نحن مستمرين معاكم، ولكن الآن راح نطلع معاكم إلى فاصل، ولكن قبل الفاصل خلونا نستمتع بمعزوفة مقطوعة شيء جميلة. شوف سمعونا. سمعوكم شيء حلو كثير. يلا سمعونا. تبوني أشارككم ولا؟ لا. أوكي. استريح. أنا آسف.